السلام عليكم. سنقدم لكم حل مسائل متنوعة في المعدلات الزمنية المرتبطة، طبعا مأخوذة من امتحانات نهائية سابقة في مقرري 366. طبعا مسائل المعدلات الزمنية مسائل تختلف، يعني كل مسألة ممكن تكون فيها فكرة، بس الشغلة المهمة فيها إنه لازم نفهم شنو الأشياء اللي تتغير أو تتغير مع مرور الزمن. يعني لازم نقرأ السؤال بشكل جيد ونعرف المعطيات ونعرف شنو هو المطلوب، وبعد ذلك نقوم بحل المسألة. مثلا هنا عندي أنا في هاي السؤال: سخنت صفيحة معدنية دائرية الشكل. نحط بالنا لكلمة دائرية الشكل، فاحنا نتكلم عن دائرة. إذا سخنا الصفيحة راح بشي طبيعي يتغير نصف القطر، وإذا تغير نصف القطر راح تتغير المساحة. طبعا هني قال نزداد نصف قطرها بمعدل 0.02. خلينا نفترض أن نصف القطر هو R. فأول شيء ازداد نصف القطر بمعدل 0.02، فنقول أن معدل تغير نصف القطر بالنسبة إلى الزمن يساوي 0.02. هذا المعطى الأول. المطلوب أوجد معدل تغير في مساحة سطح الصفيحة. يعني خلنا نقول أن المساحة، لو قلنا أن هي المساحة، طبعا مساحة الدائرة هي باي آر تربيع، المفروض الكل عارف هذا الشيء. فخلنا نقول أن المساحة هي نرمز لها بالرمز A، فالمطلوب هو دي A باي دي تي. هذا متى؟ عندما يكون قطرها يساوي 20 سنتي. طبعا القطر يساوي 20 سنتي. طيب مثل ما قلنا احنا العلاقة اللي راح اشتقها بالنسبة الى الزمن هي المساحة باي ار تربيع. فانا لو اشتقيت اشتقاق ضمني طبعا بالنسبة الى الزمن، فبقول دي اي باي دي تي تساوي الباي عدد بينزل، راح اشتق R تربيع بتصير في 2R. ولا ننسى إذا اشتقينا ال R يتغير بالنسبة إلى الزمن، يعني نحط dr by dt. الحين شنو عندنا احنا؟ هو يبغى dA by dt، يعني السؤال مباشر. فعندنا باي في 2 في كم؟ ال R. ال R مو 20 سنتي هذا القطر، إذا بقول 2 في 10. وايضا عندي دي ار باي دي تي عندي اياها 0.02. احسب هذا باستخدام الاله الحاسبه، راح يطلع عندي 0.4 باي، طبعا هذه مساحه، يعني نقول سنتيمتر مربع بالنسبه الى الزمن. الزمن هو دقيقه، اذا نقول بالنسبه سنتيمتر مربع لكل دقيقه. فهذا هو معدل التغير في المساحه، ونقدر نطلع هذا طبعا بالبوينتات. نشوف سؤال ثاني. صفيحة، نفس الشيء، صفيحة بس معدنية مثلثة الشكل. يعني هني نتكلم عن مثلث. المثلث هذا ارتفاعها ننتبه المثلث هل قال لي قائم، هل قال لي متساوي الساقين؟ ننتبه ارتفاعها يساوي نصف طول قاعدتها. خلينا نرسم مثلث، اي مثلث، انا ما قال لي شنو نوع المثلث. الارتفاع يساوي نصف طول القاعدة. خلينا نقول هذا الارتفاع، هذا الارتفاع يساوي نصف طول القاعدة. طيب تتمدد بالحرارة بحيث تزداد مساحتها بمعدل، يعني هني أعطاني تغير المساحة، يعني بقول dA by dT تساوي 0.05. شنو المطلوب؟ أوجد معدل التغير في طول قاعدتها. طيب القاعدة طبعا هني قال لنا الارتفاع يساوي نصف طول القاعدة. أنا ما أعرف كم القاعدة، فخلنا بفترض أن القاعدة تساوي X، وهو قال لي في السؤال أن الارتفاع يساوي نصف القاعدة. فنقدر نقول أن الارتفاع يساوي نصف القاعدة، يعني بقول نص X، لأن احنا فرضنا القاعدة هي X، فالارتفاع نص X. أوجد معدل التغير في طول القاعدة، يعني شنو نبغي؟ نبغي DX by DT. متى؟ عندما يصبح طولها، يعني يصبح طول القاعدة 10 سنتي. يعني الحين احنا سخرنا الصفيحة هذه المثلثة، وصل طولها 10 سنتي،
كم معدل التغير في طول القاعدة؟ فالحين أنا باخذ العلاقة اللي هي المثلث، مساحة المثلث. شنو مساحة المثلث؟ مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة، القاعدة قلنا X، في الارتفاع. شنو الارتفاع؟ الارتفاع مثل ما قلنا هو نص X، يعني هذا نص X، بقول فيه نص X. لاحظوا نصف القاعدة في الارتفاع، وهذا شنو يساوي؟ نصف في نص يعطينا ربع X تربيع. فالعلاقة هي A تساوي ربع X تربيع. الحين أشتق اشتقاق ضبني بالنسبة إلى الزمن، بقول dA by dt تساوي ربع في نشتق الإكس تربيع 2X ونضرب في dx by dt. طيب أنا عندي dA by dt هي 0.05، وعندي هذه طبعا هذه تروح مع هذه، يظل عندي نص نص x. الإكس طبعا أعطاني معطى في السؤال هو 10، المطلوب dx by dt، هذا هو المطلوب. طبعا نص في 10 هاي هني تعطينا 5، فبالتالي اقدر اقول ان dx by dt اقسم، طبعا هني ضل عندي 5 وهني 0.05، بقسم على 5 عشان اوجد dx by dt. فبالتالي لو قسمنا 0.05 على point او 0.05 على على 5 راح تعطينا كم؟ نحسبها بالآلة بتطلع 0.001. طبعا عندي هني سانتي لكل الزمن هو بالثانية لكل ثانية، فمعدل تغير طول القاعدة هو 0.001 لكل ثانية. نشوف سؤال آخر. يتسرب الهواء من كرة، هني عندي كرة بمعدل 300 سانتي، يعني الكرة قاعدة تنقص، يعني مثل ما نقول بالعامية تهفت. أوجد معدل التغير في طول نصف قطر الكرة، يعني خلينا في البداية نحط المعطيات، دائما في البداية نحط المعطيات، خلينا نحط المعطيات هني. الكرة اللي يهمني فيها أنا نصف القطر، طبعا هني قال لي معدل التغير يتسرب الهواء من كرة بمعدل، طبعا هذا هني الحجم قاعد يتغير، الحجم قاعد يتغير لان هي قال لي سنتي مكعب، فبقول دي الحجم نرمز له برمز في، فنقول دي في باي دي تي تساوي 300. اوجد معدل التغير في طول نصف القطر، نصف القطر قلنا ار دي ار باي دي تي. شنو يساوي؟ متى؟ عندما يكون طول قطرها، القطر يساوي 30 سنتي، فاقدر اقول ان نصف القطر يساوي، احنا نحتاج نصف القطر هو 15، علما ان حجم الكرة التي طول نصف قطر قاعدتها R يساوي، اعطاني بعد العلاقة والمفترض ان احنا نحفظهم، فاحتياطا لازم تحفظونهم، بس هو هني اعطاني اياها. حجم الكرة هو 4 على 3 باي R تكعيب، فمثل ما قلنا الكرة قاعد يتسرب منها هواء فبيقل نصف القطر فبيقل الحجم، فبالتالي اشتق بصير dV باي dt تساوي 4 على 3 باي، هذا كله عدد في الار تكعيب مشتقتها 3 ار تربيع، هذه بتروح مع هذه. طبعا لا ننسى في دي ار باي دي تي، هو يبغى دي ار باي دي تي، فبعوض دي في باي دي تي طبعا عندي اياها 300، وعندي هني ضل 4 باي في دي ار باي دي تي، بقسم الطرفين على 4 باي، هذه بتروح طبعا، بضل عندي دي ار باي دي تي كم تساوي؟ في شغلة بعد طبعا هني أنا نسيت أكتبها، إذا كان عندي تسرب يعني إذا عندي شيء ينقص أو يتسرب أو يقل، فهني قاعد إحنا ننقص، فهني dV by dt هي سالب 300 عفوا، فهني لازم نحط سالب، فdR by dt تساوي سالب 300 على 4 باي، حسبوا على 4 باي. طبعا في شيء ما ضربنا فيه اللي هو R تربيع، صح قلنا 4 باي الار تربيع، بعد ما ضربنا فيها ار تربيع 15 تربيع، يعني هني 15 تربيع اوكي، فاحنا راح نقسم على 4 باي في 15 تربيع، فنقسم سالب 300 طبعا هني نفس الشيء 15 تربيع، احنا بنقسم على كل الاعداد، فراح نقول سالب 300
على 4 باي في 15 تربيع. لو نحسب هذا باستخدام الآلة كم بيطلع عندنا؟ بيطلع عندنا، خلينا نحسبها بالآلة مدام عندنا الآلة. عندي سالب 300 على 4 باي، هذه الباي في 15، أو خلونا نخلي الباي ما بنكتبها، خلينا نشوف بس هذا الناتج كم، بعدين بنحط الباي تحت. هذا كم يساوي؟ يساوي سالب ثلث، يعني أقدر أقول إن الناتج هو سالب ثلث، سالب واحد على 3 باي، لأن إحنا ما حطينا إحنا الباي. فالناتج هو سالب واحد على 3 باي. هذا هو طبعا الناتج، طبعا هو سانتي لكل ثانية. إذا نقدر نقول أن معدل التغير هو ثلث أو 1/3 باي. يعني معدل، خلينا نقول معدل، أو خلينا نقول معدل النقصان في نصف القطر هو 1/3 باي. ليش أنا ما حطيت السالب؟ لأن إحنا السالب هي مجرد إشارة تدل على النقصان، فإحنا نقدر نقول إن نصف القطر يتناقص 1/3 باي سنتي لكل ثانية، أو بتخلونها سالب 1/3 باي فهي الأوضح. نروح لسؤال آخر. حوض على شكل مكعب طول ضلعه 3 متر، يصب فيه الماء بمعدل 1.8 متر تكعيب لكل دقيقة، أوجد معدل ارتفاع الماء في الحوض. هني ننتبه، عندنا مكعب، بس هل المكعب يتمدد أو يتقلص؟ لا، المكعب احنا راح نحط فيه طول ضلعه 3 متر. احنا لو حطينا ماء في مكعب، هذا مكعب مثلا، احنا لو حطينا ماء على في مستوى معين، فاللي بيتغير فقط الارتفاع، بينما الطول او الطول هذا، لان احنا الطول والعرض والطول نفس الشيء في المكعب، الطول يساوي العرض 3 متر، ما بيتغير، فاللي بيتغير فقط الارتفاع. فاحنا هذا ما بنستخدم قانون مكعب، لا، كأنه بصير متوازي مستطيلات. فاحنا راح نستخدم قانون الحجم، وهو x في y في z. شنو الاكس؟ اكس هي الطول، والعرض هو واي، وزد هو الارتفاع. قلنا اكس واي 3 متر، ما بيتغير، زد فقط هي اللي بتتغير، يعني فقط منسوب الماء اللي بيتغير. فانا عندي شنو؟ عنده معطيات الاكس تساوي الواي تساوي 3 حسب المعطيات. يصب فيه الماء، يعني دي في باي دي تي، لان حجم هذا يساوي 1.8. اوجد معدل ارتفاع الماء في الحوض، يعني نبغى دي زد باي دي تي. فنشتاق، راح نقول دي في باي دي تي، او قبل لا اشتاق طبعا، اكس في واي، يعني 3 في 3 راح تعطيني 9 زد فقط، خلاص. ما اقول اكس تكعيب، لا، هذا مو مكعب قاعد يتمدد، فهذا ثابت الاكس والواي. احنا راح نحط الماي اللي بيتغير فقط الارتفاع، فنشتاق عادي، راح يصير 9 مشتقة الزد 1، فمنحط دي زد باي دي تي فقط. دي في باي دي تي عندي 1.8، وهذه 9 دي زد باي دي تي. اذا دي زد باي دي تي، وهو المطلوب، يساوي 1.8 على 9. نحسب 1.8 على 9، كم تطلع؟ 1.8 على 9 راح تعطينا 5. اذا الجواب هو 1/5 متر لكل دقيقة. بس هذا هو فقط فكرة في السؤال. يعني انتبه هنا ان الشيء المتغير فقط هو الارتفاع، بينما اكس واي ثابتين، راح اضربهم في بعض لهم لانه طول الضلع 3. نشوف سؤال آخر. سؤال رقم 5. تتحرك نقطة على المنحنى y x تساوي 8، حيث y أكبر من 0. يعني مثلا عندي هذا المنحنى، خلنا أي شكل نرسمه، أي شكل مثلا، في نقطة قاعدة تتحرك، وينه؟ على المنحنى.
إذا كان معدل تغير أحداثيها إكس بالنسبة إلى الزمن عند لحظة يساوي ربع سنتي لكل ثانية، يعني معدل تغير أحداث السيلي يعني نقول دي إكس باي دي تي تساوي ربع، ومعدل تغير أحداثيها واي بالنسبة إلى الزمن عند نفس اللحظة يعني دي واي باي دي تي كم؟ سالب نص. يعني مثلا هذه هي تتحرك يمين بمعدل ربع وهي قاعدة تنزل لنا بالسالب بمعدل نص سنتي لكل ثانية. وين كانت النقطة؟ أوجد موضع النقطة عند تلك اللحظة، يعني نبغى نوجد الأحداثي إكس وواي، هذا المطلوب. المطلوب هو إكس وواي شنو يساوي؟ ففي هذا السؤال عندي العلاقة اللي هي واي إكس تساوي 8، خلاص العلاقة موجودة، المعادلة موجودة، أنا مجرد بشتقها. هني طبعا اشتقاق ضمني. زين؟ فأنا إذا بشتق، بشتق هني ضرب دالتين واي في إكس. فإذا بشتق واي في إكس بقول الأولى واي في مشتقة الثانية الإكس هي واحد، فبقول في دي إكس باي دي تي زائد الثانية إكس في مشتقة الأولى واي وهي دي واي باي دي تي. شنو مشتقة الثمانية؟ مشتقة العدد يساوي صفر. نجي نعوض الحين. الواي ما عندي، الحين بنشوف إليها صرفة. دي إكس باي دي تي تساوي ربع، يعني بقول ربع واي زائد الإكس بعد نفس الشيء ما عندي، بس عندي دي واي باي دي تي كم؟ سالب نص، فهذه سالب نص طبعا يساوي صفر. طيب أنا الحين بحل هذه المعادلة، بس أنا ما يصير مجهولا عندي، بس أنا عندي أصلا إن واي في إكس تساوي 8. فلو أوجدنا الواي بدلالة الإكس، الواي شنو تساوي؟ الواي تساوي 8 على إكس، هذه بعوضها، هاي طبعا خلينا نسميها ستار، نعوضها في وينه؟ في هذه المعادلة، فبقول ربع في 8 على إكس زائد نص إكس تساوي صفر. الحين مجرد عمليات تبسيط، هذه بتروح، هذه بتصير 2. طبعا عندي كم انا الحين؟ عندي 2 على اكس 2 على اكس زائد النص اكس تساوي صفر. خلونا ننقل النص اكس، بتصير او طبعا هذه ناقص، عفوا هذه ناقص تساوي موجب نص اكس. خلينا نضرب الطرفين في الوسطين، شنو بصير؟ هذا هني طبعا اكس، اكس في اكس، اكس تربيع، 2 في 2 يساوي 4، اذا الاكس تساوي موجب او سالب 2. طيب انا عندي هني ملاحظه ان الواي اكبر من صفر، فاذا بوجد الواي، الواي شنو تساوي من ستار؟ ستار يقول لي ان الواي تساوي 8 على اكس، فانا ما باخذ القيمه السالبه لان الواي اكبر من صفر، فبقول واي تساوي 8 على 2 اذا الواي تساوي 4، اذا السالب مرفوض. اكس تساوي سالب 2 مرفوض، ما بناخذه لان احنا بس بناخذ القيمه الموجبه، فبالتالي الاكس 2 والواي تساوي 4، اذا مثل ما قلنا اكس تساوي 2 والواي تساوي 4 لان قال لي الواي موجبه، اذا نقدر نقول ان موضوع النقطه او احداثياتها هي 2 و4، فاحنا كتبنا الى النقطه. فننتبه شوي في هذا السؤال، ننتبه إلى التفاصيل اللي يعطيني إياها. نروح لسؤال آخر. طريقان متعامدان يلتقيان في نقطة A. هني أعطاكم الرسمة جاهزة، لو ما أعطانا رسمة جاهزة إحنا لازم نتخيلها. طريقان متعامدان، هذا طريق وهذا طريق، يعني ناس ماشيين بهذا الصوب وهني في طريق ثاني. تسير سيارة على الطريق الأول مثلا هني مبتعدة عن A، يعني مثلا يقول لك عن نقطة معينة، وبسرعة كم؟ 52 كيلو في الساعة مبتعدة. إذا يقول مبتعدة يعني بالموجب، لأنه يزيد المسافة، بنقول دي إكس باي دي تي تساوي كم؟ 52. أوجد معدل ابتعاد السيارة عن المنزل. الحين السيارة قاعدة تبتعد، فهي تبتعد عن المنزل، فأنا بفترض أن المسافة هذه تساوي زد. خلينا نقول هذه هني إكس وهني واي، فشنو اللي بيتغير؟ اللي بيتغير الواي، او عفوا هذا خلوها واي وهذا اكس. الواي ما بتتغير،
لأن هذه المسافة 5 كيلو من هني إلى نقطة A. اللي بيتغير شنو؟ السيارة مثلا وصلت مني، تغيرت الإكس المسافة الأفقية، وتغيرت المسافة ما بين السيارة والمنزل. فبالتالي إحنا عندنا هني مثلث، فهني نستخدم قاعدة فيثاغورس. قاعدة فيثاغورس شنو تقول؟ إن إكس تربيع زائد واي تربيع تساوي زد تربيع. ولكن احنا قلنا الواي ثابتة، الاكس متغيرة والزد متغيرة، فالمطلوب مثل ما قلنا معدل ابتعاد السيارة، يعني المطلوب شنو؟ المطلوب دي زد باي دي تي. لازم ننتبه شنو المعطيات ونكتب هذه الاشياء في الحل. فالواي ثابت، يعني بقول زائدا 5 تربيع اللي هي 25، هذه طبعا اكس تربيع تساوي زد تربيع. الحين بقوم بعملية الاشتقاق، فاكس تربيع مشتقتها 2 اكس إضافة إلى المشتق ضمنيا، فبنقول دي إكس باي دي تي زائد 25 مشتقتها 0، الزد تربيع مشتقتها 2 زد، دي زد باي دي تي. الحين نجي نشوف المعطيات، هل عندنا كل شيء؟ هو شنو يبغي؟ معدل ابتعاد السيارة عندما تكون السيارة على بعد 12 كيلو عن A. أكو أعطانا المسافة هذه 12، فهذه المسافة تمثل الاكس، اوكي، بس انا ما عندي الزد. الزد اقدر اطلعها من وينه؟ من فيثاغورس ايضا. مثل ما قلنا هاي ثابتة 5، هذه الزد، وهذه 12. فبقول ان الزد شنو تساوي حسب فيثاغورس؟ تساوي جذر 5 تربيع زائد 12 تربيع. لو حسبنا هذه جذر 5 تربيع زائد 12 تربيع راح تعطينا 13، جذر 169 تساوي 13. فبنعوض هذه المعطيات، 2 اكس 2 في 12 دي اكس باي دي تي موجودة 52 تساوي 2 زد، الزد طلعناها 13 في دي زد باي دي تي. لاحظوا اقدر اختصر انا الاثنين مع الاثنين لو قسمنا الطرفين على اثنين، فلو فالاجابة بتصير الحين دي زد باي دي تي تساوي 12 في 52 نقسم على كم؟ نقسم على 13. لو نحسب هذا باستخدام الآلة، 13 أو 12 في 52 حسبوها بالآلة، بتشوفون أن الناتج هو 48 كيلو متر طبعا في الساعة. فننتبه المسائل اللي فيها مثلث قائم، ننتبه للأشياء اللي تتغير. مثل هاي تقريبا المسألة مثل مسألة السلم، السلم قاعد مثلا ينزل، فاللي يتغير بتكون شنو؟ بيتغير الاكس وبيتغير ايضا الواي، يعني ننتبه للاشياء اللي تتغير. لكن هني في هذا السؤال لا، السيارة تبتعد لكن هذا ما بتتغير المسافة الواي، فالشي الثابت اخليه. نروح الى اخر سؤال، هاي طبعا مجرد مسائل منتقاة لا اكثر ولا اقل. السؤال الاخير يقول: وعاء زجاجي على شكل مخروط قائم رأسه إلى أسفل. طيب المخروط الدائري القائم مثلا، خلنا نرسمه. طول قطر قاعدته 4 إنش، احنا دائما نهتم إلى نصف القطر، فنقدر نقول إن هذه تساوي كم؟ 2. وارتفاعه يساوي 6، هذا الارتفاع كامل، هذا كامل 6، خلنا نخليه هنا أحسن، هذا 6. يصب فيه الماء من أعلى بمعدل 3 إنش مكعب لكل متر، يعني إحنا قاعد نصب فيه ماء الحين. فاللي بيتغير شنو هو؟ نصف القطر متغير، وأيضا الارتفاع متغير، والحجم أيضا يتغير. فعندنا هنا المعطيات دي في باي دي تي يساوي 1. بعد شنو عندنا؟ أوجد معدل التغير في ارتفاع الماء في الوعاء الزجاجي، احنا خلينا نسمي الأسماء، في اللحظة التي يكون فيها الارتفاع 3 إنش. يعني الحين الارتفاع وصل 3، هذا الارتفاع خلينا نقول 3، هذا 3، وهذا نصف القطر ما أعرف كم الحين صار. نبقى نحسب معدل التغير في الارتفاع،
علما ان حجم المخروط القائم اعطاني اياه بعد، اعطاني العلاقه المطلوب دي. الارتفاع خلينا نسميه مثلا اتش، الاتش هني، فنبقى دي اتش باي دي تي. طيب احنا لو جينا الى المعطيات، عندنا الفي العلاقه اللي بشتقها باي على 3 ار تربيع اتش، انا بشتق هذه شنو بصير؟ طبعا هني ننتبه ان في عندي مجهولين، هل انا اقدر اوجد واحد بدلالة الثاني؟ طبعا لا، تلاحظون عندي انا علاقة، خلينا نرسمها هني، هذا هني هذا يساوي 2 اللي هو نصف قطر المخروط، وهذا كامل 6 مثل ما قلنا هني. الحين اذا هو وصل لارتفاع 3 كم نصف القطر بيكون؟ احنا نحتاج الى هذا. طبعا هذا اللي عندي هني مثلثين متشابهين، نستخدم التشابه. زين، عندي هني زاوية مشتركة، وعندي هني زاوية قائمة، فهناك ففيه فهني في تشابه، لان عندي هني زاوية وعندي هني زاوية مشتركة، اذا هناك تشابه ما بين المثلث الكبير وهذا المثلث الصغير. فنقدر نقول ان نصف القطر الصغير اللي هو R على نصف القطر الكبير وهو 2 يساوي الارتفاع الصغير 3 على الارتفاع الكبير 6. فمن خلال هذه العلاقة نقدر نستنتج ان لو ضربنا مقص بصير 6، طبعا هذه 3، خلينا نسمي هذا H عشان نوجد العلاقة اول، خلوا هذا H، فبنقول R على 2 تساوي اتش على 6. فلو تلاحظون هذه بتروح وهذه بيظل هني كم؟ 3. اذا الاتش شنو تساوي؟ الاتش تساوي 3 ار. اذا هذه العلاقه هي اللي بستخدمها في حل السؤال، عندي الاتش تساوي 3 ار. طيب هل اكتب المعادلة بدلالة الـ R او H؟ نرجع للسؤال، احنا نحتاج الى الـ H في السؤال، يعني انا لو حطيت الحين مكان الـ H 3 R بتصير المعادلة كلها R، انا ما بدي R by DT، لا بدي H by DT، فانا مضطر اقول ان الـ R شنو تساوي الحين؟ اقسم على 3 تصير H على 3. اذا باجي للسؤال هني بكتب ان الـ V تساوي باي على 3 في R تربيع اللي هي H على 3 الكل تربيع في H، شنو يساوي هذا؟ V تساوي باي على 3 في H تربيع على 9 في H. إذا الناتج هو V تساوي H تكعيب باي على كم؟ 3 في 9 27. إذا هذه هي العلاقة، صارت علاقة سهلة، هي باي على 27 H تكعيب. الحين لو اشتقيت بقول دي في باي دي تي تساوي هذا عدد باي على 27، الاتش تكعيب اشتقته 3 اتش تربيع في دي اتش باي دي تي. طبعا انا عندي الدي في باي دي تي عندي هي 1، الحين بس مجرد ان نعوض دي في باي دي تي 1، هذه باي على 27 عندي هني في 3. طبعا الاتش كم عندي؟ الاتش اعطاني اياها 3 عندما في اللحظه التي يكون ارتفاع الماء 3، ولو ما عند لو اعطاني نصف قطر مثلا ممكن بعد يلخبطكم يعطيكم هني نصف القطر، فتطلعونها من خلال هذه العلاقه اللي هي ار تساوي اتش على 3. بس هني عندنا الارتفاع وهو 3 تربيع، بنقول 3 تربيع، المطلوب هو دي اتش باي دي تي. فلا تلاحظون 3 في 3 تربيع، طبعا هاي شنو يساوي؟ باي على 27 في 27 دي اتش باي دي تي. ليش 27؟ لان بصير 3 في 9، هذه بتروح مع هذه. اذا مجرد ان احنا الحين بنقسم عشان نوجد دي اتش باي دي تي، انا كم عندي هني؟ عندي باي على 9، طبعا هني باي على 9 ظل عندي هني باي وهني 1. بس ننتبه للسؤال في شغلة ما انتبهنا لها ما قريناها،
لو تلاحظون قال انه يصب فيه الماء من اعلى بمعدل 3 ويتسرب الماء بمعدل 1، هذه ما قريناها في السؤال واحنا نحل. فاذا اذا صبينا 3 وتسرب 1 فنطرح بصير 3 ناقص 1 يساوي كم؟ يساوي 2. ما على عذر، هذا ما انتبهنا الى الجملة. صبينا 3 وتسرب 1 فظل عندنا 2، فهني راح نقول 2 بس. اذا دي اتش باي دي تي شنو تساوي؟ دي اتش باي دي تي تساوي هني عندي باي وهني عندي 2، فالجواب هو 2 على باي، والوحده هي انش لكل دقيقه. فتلاحظون هالشوي السؤال يحتاج الى تفكير وشوي الى انتباه. نعيد حل السؤال. اول شيء عندي المخروط، عندي العلاقه، انا ما اقدر اشتق هني لان عندي R و H، وأنا ما عندي المعدل تغير نصف القطر لأن هني هذا معلوم هذا مجهول هذا مجهول، فلازم نكتب واحد بدلة الثاني. فاستخدمنا التشابه طلعنا العلاقة، والعلاقة اللي نستخدمها لازم تكون فيها H لأنه طلب مني معدل التغير في الارتفاع، فحطيناها. وبعد ذلك اشتقينا واحتجنا إلى طبعا هني قلنا أن التغير يكون 2 لأنه صبينا 3 وتسرب 1، فأوجدنا الإجابة وهي 2 على باي. فهذه هي نهاية هذه المسائل. طبعا مثل ما قلنا هذه مسائل مجرد مسائل منتقاة لبعض الأفكار اللي وردت في امتحانات سابقة.